بصوا بقى، في جملة يعني في جملة امبارح سمعتها بالصدفة البحتة خلت العبد لله اللي بيكلمكم يعني يطير من الفرحة، يبقى سعيد جدا، يزقطط زي ما بيتقال، وقلت لازم ولا بد أكلم حضراتكم عنها النهاردة إن شاء الله. بس الجملة دي تقدر تقول وراها حدوتة، وعلشان تعرف قيمة الجملة قبل ما أقولها خلونا بقى مع بعض نحكي مع بعض الحدوتة. بص يا سيدي، القصة هترجع بينا لسنة 1981 في بداية الثمانينات. وقتها بلدنا قررت إن هي تربط سينا بالوادي والدلتا، قررنا إن احنا نكسر بشكل نهائي عزلة سينا. قررنا في الوقت ده نحفر نفق الشهيد أحمد حمدي الأولاني في السويس. ووقتها بقى قمنا جايبين شركة إنجليزية صممت بقى وأنشأت النفق، وشركة المقاولين العرب يعني كانت بتساعدها. ما احنا ما كانش عندنا لسه بقى تكنولوجيا ازاي نعمل أنفاق، لا وإيه أنفاق تحت قناة السويس، بتتكلم ب 51 متر. فالمهم عادت السنين والأيام، وجينا في سنة 2014-2015، ولو تفتكروا بال 64 مليار جنيه فلوس المصريين، فلوس حضراتكم في شهادات قناة السويس، بلدنا قررت تعمل بيهم ثلاث حاجات. أولا نحفر قناة السويس الجديدة، وتاني حاجة نربط سينا بالوادي والدلتا أكتر وأكتر. بإيه؟ بخمس أنفاق جديدة غير النفق السادس القديم بتاع سنة 81، فنقدر نعدي في اليوم الواحد 300 ألف عربية. فأنت بالشكل ده بتقضي تماما على عزلة سينا، العزلة اللي كانت بقى بتخليها يعني مطمع لأي محتل على مدار آلاف السنين. تالت حاجة كنا هنعملها بالفلوس دي أو بنعملها والحمد لله، قلنا نعمل البنية التحتية لمنطقة اقتصادية كبيرة موجودة جنب قناة السويس. بس خليني مع حضراتكم النهاردة في قصة الأنفاق. ليه؟ لأن فيها قصة حلوة هتوصلنا للجملة اللي سمعتها مبارح وقلت لحضراتكم بسطتني جدا. واضرب لحضراتكم مثل باللي حصل في أنفاق بورسعيد مثلا. النفقين الاتنين اللي اتحفروا في بورسعيد اتفقنا إن لغاية اللحظة اللي أنا بكلم حضراتكم فيها دلوقتي، إحنا صحيح بقى عندنا مهندسين وشركات جامدة جدا، بس لغاية اللحظة دي مش متعمقين يعني في تكنولوجيا الأنفاق اللي موجودة تحت المية، ولازم لهم تدريب بقى بأي شكل كان. فتلاقيك عملت حاجة محترمة يعني جدا. بص وركز في الحتة اللي جاية دي. إحنا قسمنا النفق الواحد لتلات أجزاء في بورسعيد. أولا قلنا نجيب مهندسين عالميين من شركات عالمية كبيرة جدا يشغلوا الحفار ونتعلم منهم. بس ايه؟ بنتعلم نظري يعني، مش بنشارك بايدينا في اي حاجة يعني، بنبص بس، بنشوف بس، بنراقب، بنسجل كمان وبنتعلم. ده في المرحلة الاولى من النفق. بعد كده دخلنا في الجزء الوسطاني، الجزء الاوسط من النفق اللي هو تحت مية قناة السويس بعمق 57 متر. هتلاقي بقى المهندسين والفنيين والعمال المصريين بدأوا بقى واحدة واحدة يشتغلوا بإيديهم، ولكن تحت إشراف ومتابعة المهندسين والفنيين. مين؟ الأجانب اللي عندهم الخبرة الكبيرة. هوب خلصنا الجزء الوسطاني في النفق، وجينا بقى عند الجزء الثالث والأخير اللي هو فيه الحفار هيخرج من تحت قناة السويس ويطلع بقى من الناحية إيه؟ من الناحية التانية من سينا. هتلاقي الجزء ده خلاص بقى مهندسين وفنيين وعمالنا اتشربوا الشغلانة، فهموها، عرفوها، فهموا التكنولوجيا وهضموها. وهتلاقي الشغل 100% بإيد المصريين من غير أي تدخل من أي أجنبي. ودي اللقطة الحلوة، إنك علمت ولادك، إنك فهمتهم، إنك خليت التكنولوجيا يعني نقلت التكنولوجيا ليهم، الخبرة نقلتها لهم، وتقدر تعتمد عليهم بعد كده. فتلاقيهم كانوا قد المسؤولية وبيحفروا دلوقتي بقى نفق الشهيد أحمد حمدي اتنين اللي موجود برضو في السويس بشركات مصرية 100%. وهنا ده اللي خلاني بقى في يوم 10 مارس اللي فات في شهر 3 أقول لرئيس الهيئة القومية للأنفاق اللي كان بيشرفني هنا في مداخلة هاتفية إني أتمنى إن الشركات المصرية هي برضو اللي تحفر يعني الخط الرابع لمترو الأنفاق. أتمنى. فهم أي اللي يعني ربنا ييسر، ما كانش في قرار وقتها بس يعني ربنا ييسر. امبارح طلع وزير النقل واعلن بشكل رسمي ان اللي هيحفر الخط الرابع لمترو الانفاق اللي هيوصل لغايه هنا لغايه 6 اكتوبر شركات مصريه 100%. وده اللي خلاني بقول لحضراتكم اني سعيد جدا، اني مزقطت من الفرح زي ما قلت لكم في البدايه. واحد هنا ممكن يقول يعني هم هيقدروا يعملوها؟ اقول لك يقدروا،
ونص وتلات تربع كمان. ليه بقى؟ لأنك لما تبص للأنفاق اللي اشتغلوا فيها تحت قناة السويس الخمس أنفاق، هتلاقي إن العمق بتاعها بيوصل لكام؟ لسبعين متر تحت مية قناة السويس. أما متر الأنفاق اللي موجود في الخط الثالث واللي عند يا سيدي نقول أعمق جزئية فيه اللي عند محطة ماسبيرو، عارف وصل العمق كام؟ 28 متر. 28 متر بس. فطبعا اشتغلوا في الأصعب والأخطر. واحد هنا ممكن يقول أنا فهمت الأصعب بس يعني إيه الأخطر؟ أخطر ليه؟ أقول لك لأنهم وهم بيحفروا في بورسعيد، أنفاق بورسعيد، اكتشفوا غاز طبيعي، فالحفر كان خطر جدا، ورغم ده والحمد لله أنجزوا الشغل. فأنت بتدي ثقة كبيرة جدا لشركاتك، بتعلم ولادك وبتدربهم، بتخليهم بعد كده يعني ممكن ينافسوا بقى في حفر أنفاق، مش بس في مصر لكن تقدر تقول في أي دولة على مستوى العالم. وخلاص بقى عندهم السي في المحترم، في السي في ده في حفر أنفاق تحت أهم ممر ملاحي على مستوى العالم، وفي حفر مترو أنفاق في واحدة من أزحم مدن العالم اللي هي طبعا القاهرة. فده اللي يبسط، ده اللي يخلي الواحد فخور ببلده وبإخواته بقى المهندسين والفنيين والعمال اللي صحيح بيتعبوا تحت الأرض، ومع الأسف بقى إحنا مش شايفينهم، مش حاسين بمجهودهم الكبير ده، لكن هم قد المسؤولية، رجالة، ربنا يحفظهم ويحميهم ويعلي قدر بلدنا دايما، وتكون في المكان والمكانة اللي يليقوا بيها. اللهم آمين.